بس يا بودي خلاص خلص عمره قد ايه؟ 45 يوم. 45 يوم؟ طب اول تطعيم كده ولا ما تطعموش؟ لا طب اول تطعيم. فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة ولا في كلام تاني؟ ممكن يمشي 6 ممكن يمشي 6؟ حبيبي. السلام عليكم اخواتي حبايبي متابعين قناة العالمي. زي ما تعودنا قبل ما نتكلم في أي حاجة لازم نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. والموضوع ده بيفرق معايا قوي والله يا جدعان، يعني ربنا بيرزقنا قوي بيه. وطبعا معاكم كمان لما تعلقوني ربنا بيكرمنا أكتر. فكان في حد كلمني اللي هو كان محتاج جراو بيتبول او جراو جيرمان، فربنا كرمنا النهارده ولقيناه في السوق جراو حلوه. شاب محترم كان معاه 4 جراو تقريبا او 5 جراو حاجه زي كده، صورنا معاه بكره ونطر وباسعار جميله وكويسه. وكان في شاب تاني بردك كان معاه دخل منتهى جيرمان تقريبا، حاجات بردك كويسه وكانوا اهاليهم موجوده. فربنا كرمنا، واي حد محتاج مني اي حاجه انا تحت امره في اي حاجه. وعامة سوق الجمعة دوت مش سوق الكلاب بس، لا سوق الكلاب، حمام، عصافير، أنارب، كل ما هو تحتاجه يعني السباكة، أي حاجة في أي حاجة أنت عايزها هتلاقيها في قلب سوق الجمعة دوت. طبعا زي ما احنا اتعودنا لو أنت أول مرة تتفرج على الفيديو تضغط علامة لايك واشتراك وتشترك، أهم حاجة تشترك عشان القناة تكبر بيكم، وتفعلوا زر الجرس ويا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا نكمل مع بعضينا ونشوف الدنيا معانا فيها إيه. بس يا بودي خلاص تشالب يا ابني الناس، بقول لك تشالب ورا، واحدة تاني ورا، واحدة تاني، واحدة تاني، اصحى كده، اخويا عبده، يعني بسم الله ما شاء الله تدريبات يا جدعان زي ما انتم شايفين اهو. ده عمرك ايه ده يا اخويا؟ ايه؟ عمرك ايه؟ عنده سنة. سنة؟ بتتكلم فيه بكام؟ بيتباع. بيتباع؟ حبيبي شخصي يعني. حبيبي يا صاحبي. اصحى. ده عمرهم ايه الجراو ديت؟ عمرهم قد ايه؟ 45 يوم. 45 يوم؟ طب اول تطعيم كده ولا ما تطعموش؟ لا طب اول تطعيم. طب اول تطعيم؟ داخل عامل كام؟ 2000 جنيه. 2000؟ كلهم دكوره ولا كلهم نوتي؟ لا ثلاثه دكوره. دكوره 2000 جنيه نهائي ولا في كلام تاني؟ عادي برضه على خلاص بقى. عادي الكلام. كام رقم التليفون؟ 011 47 47 808 402. حبيبي يا علي. ده عمره قد ايه يا صاحبي؟ سنة ونص. سنة ونص؟ بتطعم ولا معايا حاجة ولا؟ يمشي عليك ويقول لك طب متطعم والكلام ده، ما تعملوش إلا مرتين. ما تعملوش إلا مرتين بس يعني. حبيبي. بس هو صلاة النبي عليه معاك في كل حاجة. ما هو باين عليه بسم الله ما شاء الله. بتتكلم في كام؟ واحد ونص. واحد ونص فايدة ولا في كلام تاني؟ لا فايدة. فايدة؟ كام رقم التليفون؟ 3 1 7 4 8 7 7 4 7. شغلوا بقى كده يا صاحبي. خلص. ده عمره قد ايه الجراو ديت؟ 3 شهور. 3 شهور؟ يعني كده خد اول تطعيمين ولا ما تطعموش خالص؟ يعني 5. 5 بس؟ دكتوره ونوتي ولا؟ لا 3 نوتش. 3 نوتش؟ عامله كام المتاع؟ المتاع ب 1000 جنيه. 1000 جنيه فايده ولا في كلام تاني؟ لا فايده ان شاء الله. فايده؟ كم رقم التليفون؟ رقم تليفونك كام يا خالد؟ 011 011 58 58 70 70 49 49 34 34 ان شاء الله. ارفع لنا كده مثلا الايديا كده على ايدك يا باشا، ارفع الايديا كده على ايدك كده نشوف بس حجمها. حبيبي يا علامة. حبيبي يا
عمره قد ايه الدكر ده؟ 9 شهور. مطعم ولا معاه حاجه ولا؟ مطعم اه والله صغير بس معهوش حاجه. معهوش شهادات يعني؟ لا. بنشتري عمرها قد ايه؟ 9 سنين. عامل كام الدكر؟ الدكر عامل 3000. ده فايده ولا في كلام تاني؟ لا فايده. فايده؟ النتايه؟ النتايه 1000 ونص. الفايده بتاعتها؟ كام رقم التليفون؟ 010 19 19 88 24 26 87 حبيبي عالمي. ده عمره قد ايه الدخل ده يا اخويا؟ 8 شهور. متطعم او معاه حاجه؟ كل حاجته موجوده. تتكلم في كام؟ 5000 فايدة ولا في كلام تاني؟ كم رقم التليفون؟ 03 وحيد 91 8 3 3 5 5 حبيبي عالمي. ماشي يا باشا. عمره قد ايه يا زياد؟ عمره قد ايه؟ سنه قد ايه؟ ده عامل كام؟ 8000؟ نهائي ولا في كلام تاني؟ نهائي؟ عمره قد ايه الدكر ده؟ 10 شهور. 7000. فايده ولا في كلام تاني؟ فايده ولا في كلام تاني؟ ممكن يمشي 6000. ممكن يمشي 6. حبيبي الدكر اللي جوه ده عنده سنه وشهر. متطعم معاه حاجه؟ ده جايب على الباسبور بتاعه. معاه الباسبور بتاعه؟ عامل 12. فايده ولا؟ لا فايدته. طلع الشيرمان ده طبعا. هم دول بس دخلت بالوضع ده. دخلت بالوضع ده عنده 4 شهور. اه عمل 1000 ونص. دخلت بالوضع شعبي. اه اه كم رقم التليفون يا زياد؟ كم رقم؟ 11 41 85 11 50 حبيبي.